أن تأبى الظلم والخنوع وتخرج إلى الساحات أعزل مسالماً، تتحدى بنادق القتلة وأحقاد المحتلين، تقاوم إرهابهم بصوت يصدح بشعارات الحرية والكرامة، رافضاً الظلم والاستبداد، فأنت من أبناء ثورة تشرين العراقية. تمر سنتان على انطلاق الشرارة الأولى لثورة تشرين، وفيها صدحت حناجر المتظاهرين والتقت أصداء أصواتهم في الساحات والطرقات والجسور، بدءا من بغداد وامتدادا إلى مدن عراقية أخرى، معلنين مطالبهم المتعلقة بالنظام السياسي ورفضهم لأداء الحكومة وإقرار قوانين تتعلق بالانتخابات والأحزاب وحمل السلاح، والكثير من المطالب التي تلامس وتؤثر بشكل مباشر بحياة العراقيين، وتؤكد إعلاء قرار الشعب وأولوية وحدة العراق والعيش على أرضه بحرية وكرامة. الأجهزة الأمنية والميليشيات المرتبطة بالسلطات الفاسدة كان ردها سريعاً ضد المظاهرات السلمية، مستخدمة الرصاص الحي والعنف المفرط، ما تسبب بوقوع مئات الضحايا وإصابة الآلاف، كما اعتقلت الآلاف من المتظاهرين. ورغم المطالب بمحاسبة المتورطين، إلا إن حكومات الأمر الواقع رفضت تسليم القتلة واكتفت بتصريحات ووعود كاذبة، وتراشق أفرادها الاتهامات في محاولة بائسة لتبرئة أنفسهم من مسؤولية سفك الدم العراقي. لم تفقد ثورة تشرين بريقها رغم عمليات القتل والاعتقال، بل امتدت لمناطق وشرائح أوسع، ولم تتنازل عن المطالب الكبرى التي خرجت لأجلها، رغم أنها تواجه أعتى الأنظمة الإجرامية التي حولت العراق إلى بلد يتصدر مؤشرات الفساد ويزداد تخلفاً واستبداداً. فالحكومات المتعاقبة مرهونة لقرار محتلين جاءوا من خلف الحدود وجلبوا معهم الخراب والدمار للعراق، وتسببوا بانهيار مؤسسات الدولة، وافتعلوا فتنة الطائفية التي كان وقودها عملاء إيران. بنموت عشرة، بنموت مية، أنا قافل على القضية. انتفاضات وثورات عدة سبقت ثورة تشرين، كتلك التي اندلعت في شباط 2011، أطلق حينها عدد كبير من الناشطين حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والجامعات لحث المواطنين على التظاهرات التي انطلقت فعلياً يوم 25 من شباط. شارك فيها أكثر من 50 مدينة وقضاء وناحية بالمحافظات العراقية، إلا إن القوات الأمنية والميليشيات واجهتها بالحديد والنار بأمر من نور المالكي، لتتحول بعدها الساحات العامة إلى نار مشتعلة تحت الرماد، مع محاولات مستمرة للوصول إليها. فلا أمل من سلطات فاسدة عرفها العراقيون وذاقوا الويلات منها، ولا طريق أمامهم للخلاص سوى التمسك بثورتهم وازديادهم إصراراً يوماً بعد يوم لنيل الحرية وتحقيق حلم التغيير. تغطب ثورة وما تنحاف من ديرة لديرة، الثورة وما تنحاف من ديرة لديرة، عشنا حرار ونبقى حرار، عصرنا ذيولي.